أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج خطوط تماس الذي يبدأ الآن على شاشة النيل الأخبار. كل المؤشرات تشير إلى أن تنظيم داعش يتراجع في مناطق نفوذه التقليدية كالعراق وسوريا وليبيا. فعلى سبيل المثال، في تقرير أمريكي صدر مؤخرا أكد أن تنظيم داعش فقد ربع الأراضي التي كان يحتلها في سوريا والعراق، وأشار إلى أن التنظيم يواصل خسارة الأراضي. في ليبيا أيضا تشير التقرير إلى أن الضربات العسكرية ضد داعش، عملية البنيان المرصوص تحديدا في مدينة سرت، أجبرت التنظيم على التراجع وعلى ربما تغيير قواعده الميدانية وسط الساحل الليبي إلى الجنوب الليبي. مع الانكماش الواضح لأراضي داعش، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها أن قادة تنظيم داعش يعدون أتباعهم بصمت للظروف الجديدة بعد الخسائر التي تعرضوا لها مؤخرا مع احتمالية انهيار خلافاتهم المزعومة. سنتطرق إلى كل تلك المؤشرات ومدى دقتها، ونتساءل هل داعش ومشروع الخلافة المزعومة بدأ يتهاوى؟ هل بدأ هذا التنظيم الإرهابي إعادة ترتيب أولويات بقائه على قيد الحياة؟ وهل خرج التنظيم بالفعل من مناطق نفوذه التقليدية إلى ساحات أخرى ودول أخرى عبر استراتيجية العمليات الانتحارية التي انتشرت مؤخرا كما حدث في السعودية ولبنان وتركيا، بل وفي مناطق نفوذه أيضا كالعراق وسوريا؟ هذه المحاور التي سوف نتطرق إليها في هذه الحلقة من خطوط تماس، ولكن بعد هذا التقرير نفتح النقاش. ابقوا معنا. الفلوجة العراقية والرقة السورية وسرت الليبية، حروب دارية لطرد قوات داعش الإرهابية من تمركزاتها في تلك البلاد بعدما قامت بأعمال تخريبية واسعة النطاق. فلقد تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير قضاء الفلوجة من قبضة داعش بعد سيطرته عليه لعامين ونصف العام، كما استعادت السيطرة على قاعدة القيارة الجوية جنوبي الموصل مركز محافظة نينوى يوم 9 يوليو، تمهيدا لتحرير الموصل أهم معاقل التنظيم والتي سيطر عليها في يونيو من عام 2014. وفي سوريا وتحت غطاء جوي من قوات التحالف، تقوم القوات بشن غارات على أوكار مسلحي تنظيم داعش وتجمعاتهم، أسفرت عن وقوع قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى تدمير آليات للتنظيم. وفيما يستمر القتال في مدينة سرت الليبية، كشف تقرير نشر في واشنطن أن قادة تنظيم داعش الإرهابي يستعدون في الوقت الراهن لسقوط دولة الخلافة، وذلك بعد الانتصارات الهامة التي أحرزتها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وروسيا على داعش في كل من العراق وسوريا خلال الأشهر الأخيرة. وتنبؤ التقرير الأمريكي أن تنظيم داعش يستعد لنقل المعركة خارج دولة الخلافة، وهو ما يطرح سؤالا هاما عن المعركة التالية التي يخطط لها تنظيم داعش الإرهابي. وبالرغم من الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابي على الأرض، إلا أنه يرد بقسوة وبشراسة، وكان أبرزها التفجير الانتحاري في سوق شعبية بأحد ضواحي بغداد والذي أودى بحياة نحو 300 شخص بالإضافة إلى إصابة العشرات. كما تبنى تنظيم داعش بعض الهجمات الإرهابية الدامية في تركيا، وقام بالهجوم على عدة أماكن حيوية في فرنسا، كما قام بالهجوم على مطار بروكسل، ما يعني أن هجمات التنظيم الإرهابية تنتشر في العالم أجمع، حتى بات خطرا لابد من تكتف العالم لمحاربته بمزيد من القوة الاستخباراتية وتبادل المعلومات. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن هل بدأ تنظيم داعش يتراجع في مناطق نفوذه التقليدية كالعراق وسوريا وليبيا؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلال ضيوفنا في استوديو النيل، اللواء رضا يعقوب الخبير في مجال مكافحة الإرهاب. مساء الخير يا سيادة اللواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى المشاهدين. أهلا بحضرتك. يسعدنا أيضا أن يكون معنا الأستاذ منير أديب الكاتب والباحث في شؤون الحركات المتطرفة. مساء الخير أستاذ منير. أهلا بحضرتك معنا. أبدأ حديثي معك سيادة اللواء، يعني هل التنظيم بالفعل يخسر في العراق وسوريا وليبيا أم هذا كلام غير دقيق؟ أولا، لم يحدث على مدار التاريخ أن تنظيم إرهابي استطاع أن يقضي على دولة، فهي بس مقومات هذه التنظيمات الإرهابية: تهديد الدولة، انحلال في اقتصادها، تدمير البنية الأساسية لها. ده على مدار التاريخ وعلى مدار الدراسات.
لما نيجي نصل إلى تنظيم داعش هو الذي أوجده في هذه المنطقة الغرب بتفكيك الجيش العراقي، أوجد البيئة الحاضنة لتنظيم داعش في العراق، استولى على جزء من سوريا نتيجة الخلافات، لأن الجيش السوري كان جيش طائفي ينتمي إلى حزب البعث ولا ينتمي إلى كل التنظيمات الاجتماعية. والمفروض أن القوات المسلحة في أي دولة كما بيحدث في مصر تخرج عن نطاق السياسة وعن نطاق الارتباط بأي تنظيم سياسي موجود في الدولة. داعش استطاع أن يوجد القاعدتين له الأساسيتين ودخل بنظام حروب وليس بنظام عمليات خاطفة كالتي تحدث في أي مناطق في العالم في سوريا وفي العراق، إنما ترابط الوطن العربي ولن أقول الغربي، ترابط الوطن العربي في القضاء على هذا التنظيم. وإحنا شفنا لما حدث حبوا يوجدوا لهم تواجد في سيناء استطاع الجيش المصري أن يقهرهم. فلذلك التنظيم يضمحل. هذا فيما يتعلق بمصر، ولكن أين الترابط العربي الذي تتحدث عنه حضرتك؟ إحنا يعني لا الترابط العربي إن إحنا مصر ساهمت في القضاء على جزء كبير من داعش في ليبيا، ده ترابط عربي. احنا بنساهم في القضاء على هذا التنظيم على ارضنا، والارهاب اصلا ليس له وطن. فلذلك اضمحلاله في اي منطقه يساهم في اضمحلاله في المنطقه. ده كان السؤال الاساسي، هل بالفعل اضمحل هذا التنظيم؟ هو اضمحل، هو اضمحل سوريا وليبيا. طيب ناخد راي الاستاذ منير في نفس السؤال. يعني هناك تقارير لواشنطن بوست وغيرها بتقول ان هو يعني هذا التنظيم بدا يفقد بعض من نفوذه او مناطق نفوذه التقليديه في العراق وسوريا وليبيا. يعني اعتقد انه من السابق لاوانه الحديث عن خسائر ممكن ان نسميها خسائر استراتيجية، أو يمكن أن نسمي أن الدولة أو ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش في حالة تراجع حقيقي قد ينبئ عن انتصار على الأقل في المستوى القريب. أعتقد أن ما حدث خلال الفترة الأخيرة وقدرة العراق على سبيل المثال والقوات المسلحة العراقية في تحرير الفلوجة ومن قبل مدن عراقية أخرى، أظن أن التنظيم لديه قدرة حقيقية على أن يواجه، خاصة وأنه يعمل بفكر يبدو أنه يختلف عن فكر الجيوش العربية فيما يتعلق بفكرة الذئاب المنفردة. ولذلك هو استطاع بل نجح في تنفيذ عمليات مسلحة في العمق داخل العراق وخارج العراق، وكانت عمليات نوعية للغاية. ولذلك الفكرة أن ما حدث ربما يكون تكتيك عسكري، فكرة انسحاب هؤلاء من الفلوجة، خاصة وأنه نجح بالفعل في تنفيذ عملية كبيرة في الكرادة. مات على خلفية هذه العملية قرابة 300 صحيح. شخص. وهذا إن دل فإنما يدل على أن التنظيم ما زال موجودا. طبعا ما زال موجودا، لكن عايزين نعرف حالته. يعني لما تقول واشنطن بوست أنه قادة التنظيم يعدون أتباعهم بصمت للظروف الجديدة بعد الخسائر التي تعرضوا لها، خاصة وإنه الكلام دوت التدليل عليه أو تأكيده أن التنظيم يعني كان في كثير من الأوقات يدعو أنصاره ومحبيه وجنوده في جميع أنحاء العالم إلى أن يأتوا إلى ما يسمى بدولة الخلافة. الآن أصبحت الدعوة الذي يدعوها هذا التنظيم على الجميع أن يعمل، ولكن أن يعمل في المكان ينفذ عمليات عسكرية في المكان الموجود فيه. لماذا هذا التغيير؟ هذا التغيير لمواجهة الجيوش، لأنه الفكرة دلوقتي وجود هذا التنظيم في دولة، هذه الدولة في إطار جغرافي في مكان معروف، يعرض هذه الدولة المزعومة إلى هجمات من الجيش العراقي، وقد نجح الجيش العراقي في مواجهة هذا التنظيم على الأقل في 4-5 مدن كان بالفعل مسيطر عليها زي تكريت والفلوجة وغيرها، وقد ينجح، وأظن أن الجيش العراقي سوف ينجح في تحرير مدينة الموصل أكبر المدن التي يسيطر عليها هذا التنظيم. ولكن الإشكالية الأكبر من وجهة نظري أن هذا التنظيم سوف يبعثر أعضاؤه وجنوده في مناطق كثيرة ليس في داخل العراق وإنما في أوروبا على سبيل المثال. فأفاجأ أثناء محاولة تحرير الفلوجة ينجح في تنفيذ عملية كانت عملية نوعية في أنه قام بتفجير مطار إسطنبول وهو ثالث أكبر مطار في أوروبا، وفاجأ بتنفيذ عمليات قبل وبعد مثل عملية بروكسل
في مطار بروكسل، ومطار يعني بروكسل هي صحيح. عاصمة الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة. ولذلك يعني دائما نقول أن خطر هذا التنظيم ليس في الحدود الجغرافية التي يتواجد فيها التنظيم، وأن القضاء على هذا التنظيم لن يكون بالقوى العسكرية فقط، وإن كانت القوى العسكرية هامة جدا طبعا. هامة جدا طيب للقضاء عليه. سيادة اللواء، يعني دي فكرة طبعا يعني اللي بيقول عليها أستاذ منير، أنه القضاء على هذا التنظيم لا يجب أن يكون عسكريا فقط، لأنه يعني تنظيم قوي حتى بعد كل هذه الضربات، وإذا كان بيستولي على أراضي معينة في سوريا والعراق وليبيا فهذا لا يعني أنه لا يستطيع أن ينفذ عمليات خارج هذه البلاد في أوروبا على سبيل المثال. إذن هنا أيضا يعني العمل الاستخباراتي في منتهى الأهمية وجمع المعلومات. مظبوط. ولا أنا لم أقول أن التنظيم تلاشى، ولكن أنا أقول أنه يضمحل، وبالطبيعة هو يضمحل. الذي أوجد هذا التنظيم الغرب بدون منازع. نقل عملياته في الغرب أدت إلى انقطاع صلة الغرب بهذا التنظيم، وهذا أحد أسباب اضمحلال هذا التنظيم الإرهابي. التعاون الاستخباراتي مهم جدا في التوصل إلى القضاء على أي تنظيم إرهابي موجود في العالم، خاصة تنظيم داعش حاليا أقوى تنظيم إرهابي موجود في العالم كله. يبقى إذن إضمحلاله سيأتي بالتعاون الاستخباراتي المعلوماتي، التعاون العسكري، محاربة التطرف الديني، تنمية الاقتصاديات في بعض الدول. الأمم المتحدة تساهم في تقوية الدول التي تواجه هذه التنظيمات الإرهابية، كل ذلك يؤدي إلى إضمحلال هذا التنظيم. أنا لم أقل إن احنا قضينا على هذا التنظيم الإرهابي، إنما هو بيضمحل فعلا، وأحد أسباب إضمحلاله نقل بعض عملياته الإرهابية إلى الغرب، الذين ساندوه والذين أيدوه والذين اعتبروا أنهم جهاديين في حين أنهم هم إرهابيين قدموهم لنا في منطقتنا، واستثغنا احنا هذا الطعم واعتبرناه واعتبروا في بادي الأمر جهادين إلى أن انكشفوا أنهم إرهابيين. وأنا قلت إن تفكيك الجيش العراقي هو أحد أسباب نمو هذا التنظيم الإرهابي. النهاردة الجيش العراقي بينمو بيتفاعل بيواجه فبيضمحل هذا التنظيم الإرهابي نتيجة هذه التقوية التي حدثت في هذه المناطق. طبعا يعني نتيجة هذه التقوية من الممكن أن يفقد أرضا، ولكن عملياته النوعية عايزة تعامل تاني غير اجتياح الجيوش لمدن معينة. يعني هي لا تحتاج حرب جيوش، انما حرب من في العراق حرب. يعني حرب جيش بيحارب تنظيم، هو في سوريا في سوريا والعراق هم موجودين كجيوش وبيحاربوا كجيوش، انما في باقي المناطق اللي موجودة في اطراف العالم لا يحاربوا كجيوش، انما بمعلومات استخباراتية، بمعلومات تتعلق بالأمن، بمعلومات تتعلق بالاقتصاد، بمعلومات تصدر من الأهالي، لأن احنا بنشجع المنظمات المدنية في جمع المعلومات في لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية، لأن هي تمس الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية في أي دولة في العالم. يبقى هو احنا محتاجين ترابط متكامل لمواجهة هذه العمليات الإرهابية اللي موجودة في العالم بأسره. طيب أستاذ منير، أنا عايز أتوقف عند نقطة تركيا بالذات وتفجير مطار اسطنبول اللي حضرتك تحدثت عنه. طبعا يعني لا يخفى على أحد علاقة تركيا بتنظيم داعش، يعني على وجه الخصوص، خصوصا فيما يتعلق أيضا بالوضع بسوريا، وكنا دائما نسمع أنه يعني حركة التنقلات ما بين تركيا وسوريا فيما يتعلق بمقاتلين داعش هي حركة سهلة، وتصدير البترول بأسعار مخفضة إلى آخره. كان هناك تعاون كبير بين تركيا وهذا التنظيم، ومع ذلك تم تفجير مطار اسطنبول. ما الذي حدث في العلاقة بين تركيا وتنظيم داعش؟ لا شك أن هناك دول في المحيط الإقليمي تدعم تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش، ليست تركيا فقط وإنما طبعا، لكن يعني بتحدث عن عن شكل ما تغير في يعني العلاقة. نعم، يعني هي تغيرت العلاقة، لأنه تركيا لا يخفى على أحد أن السياسة الخارجية التركية تغيرت خلال الفترة الأخيرة، وجدنا تطبيعا مختلفا عن التطبيع الذي قامت به تركيا من فترة مع إسرائيل. عادت التطبيع بعدما توقف منذ